اكتيفيتي اللي داخل فيها بقى كتاب المعمل وداخل فيها الكويزات اللي هتتعمل ان شاء الله. اوكي طيب انا قفلت المايكات للناس كلها، هبدا اشرح ولو حد عنده اي سؤال يرفع ايده وهدي فرصه كده ان الناس تسال. طيب احنا ايه اللي هندرسه في الالكتريستي اند ماجنتيزم؟ يعني لو بصينا كده على الكورس كونتنت، الجزء الخاص بالالكتريستي هنتكلم شويه على الانترودكشن، هنتكلم على الالكتريك فورس والالكتريك فيلد، الجزء الاولاني ده هيبقى اسمه كولومز لو، وهنرجع برضو نتكلم تاني عن الالكتريك فيلد بس بطريقة جاوس. اوكي يعني جاوس وكولوم دول طريقتين لدراسة الالكتريك فيلد. بعد كده هنخش على الشابتر الخاص بالالكتريك بوتنشال، ثم الكاباسيتور، نبدأ الكورس الجزء بتاع الخاص بالماجنتيزم. عندنا الماجنتيك فيلد، هنشوف ازاي الماجنتيك فيلد بيتكون نتيجة من بوينت شارب، وندرس بقى التأثير الأبعاد والديستنس والقصة دي كلها باستخدام يوسفر لو. بعد كده هنتكلم عن الماجنتيك فيلد دو تو كارنت كارينج واير، يعني ما بقتش بوينت شارج، لا بقى واير بيمر فيه الكتريك كارنت. وبعد كده هنستخدم امبيرز لو لحساب الماجنتيك فيلد لسيرتن ستراكشر. هنتكلم بقى بعد كده على الالكتروماجنتيك اندكشن وفرادية لو. نخش على الار ال سيركتس اللي هي السيركت اللي فيها ريزيستنس وكويل ايوه، وبعد كده نخش على الاي سي سيركت. طيب في حد كان عنده رفع ايده؟ حد عنده سؤال؟ كان حد رفع ايده؟ طيب ده الكورس كونتنت كده بسرعه، بس انا بحب اتكلم على حاجه قبل ما نبدا الكورس ونبقى عارفين ندرس الكلام ده ليه. تعالوا نبص كده على اخر شابتر في الكورس خالص اللي هو اسمه اي سي سيركت. يعني ايه اي سي سيركت يا جماعه؟ يعني الترنيتنج كارنت، ده اللي احنا هندرسه. الترنيتنج كارنت سيركت يعني السورس بتاعتي سورس تيار متردد، الترنيتنج كارنت واصل معاها ايه؟ واصل معاها كاباستور، واصل معاها ريزيستور، واصل معاها اندكتور او كويل. طيب احنا طبعا من الثانويه العامه من قبل كده عارفين الريزيستنس وعارفين طبيعتها وتغير الفولتج مع الكارنت بتاعها والقصه دي كلها، ما عندناش اي مشكله فيها. الجديد علينا هو الكاباستور والاندكتور. عشان ادرس السيركت ده بيتصرف ازاي لازم اكون فاهم الكاباستور كويس وفاهم الاندكتور كويس. لو بصيت على الكاباستور والاندكتور هلاقي ان الكاباستور بيعتمد في الاوبريشن بتاعته على الالكتريك فيلد، بينما الاندكتور بيعتمد على في عمله على الماجنتيك فيلد. يبقى انا دلوقتي عشان افهم السيركت ده لازم ابقى فاهم كويس قوي الكاباستور وفاهم كويس قوي الاندكتور بيشتغل ازاي، يبقى بالتالي لازم ابدا من اول الكتريك فيلد اللي الكاباستور ده بيشتغل بيه والماجنتيك فيلد اللي الاندكتور بيبدا. يبقى احنا هنعمل ايه؟ السيكونس بتاعت الكورس بتاعنا هتبقى كالتالي. هبدا ادرس الالكتريك فيلد والالكتريك فورس اللي جاي من بوينت شارف. يعني ايه بوينت شارف؟ يعني دايمنشن بتاعتها صغيره جدا بالنسبه للديستنس اللي انا بقيس عندها. بعد كده بعد ما نفهم الالكتريك فيلد اللي جاي من بوينت شارج كويس قوي، هبدا اكبر شويه ويبقى واير بدل ما او يعني تشارج جنب بعض في صوره وان دايمنشنال واير. تمام، اجيب الالكتريك فيلد اللي جاي منه. بعد ما نفهم الواير الالكتريك فيلد اللي جاي من تشارجد لاين، هبدا اخش على تشارجد بلين. يعني انا عندي بلين والبلين ده عليه شحنات، واجيب الالكتريك فيلد اللي جاي من البلين بتاعي. اوكي بعد ما افهم الالكتريك فيلد اللي جاي من البلين هعمل ايه؟ هحط قدامه بلين تاني، يبقى كده بقى عندي تو تشارج بلين اللي هما مين في الاخر؟ اللي هو الكاباستور بتاعي. عرفت الالكتريك فيلد اللي جاي من الكاباستور، بالتالي هنخش بعد كده ندرس البوتنشال اللي جاي منه. يبقى عرفت البوتنشال اقدر اعرف الكيو اللي عليه، عرفت الكيو فاريشن كيو اوف تايم، يبقى انا كده عرفت الكارنت اللي بيمر في الكاباستور. اوكي يا جماعه، يبقى السيكونس بتاعتنا في الجزء بتاع الالكتريستي ممكن نقول ان الهدف بتاعها ان انا اوصل للفانكشن بتاعت الكاباستور عامله ازاي. يبقى دي السيكونس اللي احنا هنمشي بيها.
طب بما ان انا برضو عايزه افهم الاندكتور، يبقى احنا هنمشي نفس السيكونس في الجزء بتاع الماجنتيزم. اوكي، الجزء بتاع الماجنتيزم هنبدا بالماجنتيك فيلد اللي جاي من بوينت شارج، وبعد كده نبدا من نجيب الماجنتيك فيلد اللي جاي من واير بيمر في كرنت اي، بعد كده الماجنتيك فيلد اللي جاي من واير على شكل سيركت بيمر في كرنت اي، بعد كده يبقى وصلت للكويل بتاعي فهمته، يبقى اقدر ادمج الاثنين مع بعض واخش ادرس الاي سي سيركت بمنتهى السهوله. اوكي يا جماعه، تمام يا دكتور. تمام كده. يبقى انا كده احنا متصورين الكورس هيمشي ازاي. طبعا الجزء الاول ده كده وانس ان خلاص احنا عملنا البوينت شارج والواير والبلين في الجزء بتاع الالكتريسيتي، القصه دي بتبقى سهله بالنسبه لك في الماجنتيزم. الكورس الترم ده المفروض ان هو اسهل بالنسبه لك، لان نصه تقريبا انت عندك معلومات عنها من الثانويه العامه، يعني عارف يعني ايه ماجنتيك فيلد، واير بيمر في كارنت، عارف الكتروماجنتيك اندكشن، وعندك فكره برضو عن الاي سي سيركت لحد ما. اوكي، فالمفروض ان اجزاء كتير انت عندك فكره عنها. طبعا احنا هناخدها باستفاضه اكتر، وهنعتبر ان انت ما تعرفش حاجه ونبدا منها. تمام. طيب هو انا لو مش عايز ادرس الاي سي سيركت ما ادرسش بقى الالكتريسي والماجنتيزم؟ لا، هو الحقيقه الالكتريسي والماجنتيزم مش موجودين بس في الاي سي سيركت، او مش انا بدرسهم بس عشان الاي سي سيركت، لا دول هم موجودين في كل حاجه في حياتنا. اوكي، يعني ما فيش حاجه بتشتغل في الدنيا دلوقتي، ما فيش جهاز، ما فيش اي حاجه، انت شخصيا جسم الانسان شخصيا مجموعه من الالكتريك شارج الراحه جايه. يعني موضوع ان احنا ندرس الالكتريسي والماجنتيزم ده لازم لاي تطبيق في الحياه. اوكي، اي مهندس هيتعامل مع اي مكنه يبقى فيها الكتريك كارنت، يبقى فيها بتتاثر بالالكتريك فيلد، يبقى فيها الكتريستي، لازم انت يبقى عندك ولو معلومات ابتدائيه عن الالكتريسي والماجنتيزم. طيب لو جينا بقى نتكلم على الالكتريك فيلد، احنا عايزين بس نعرف كده بسرعه، هو البشريه عرفت امتى الكهربيه والاسم جه منين؟ الكهربيه والمغناطيسيه، حد عنده فكره الاسم جه منين؟ طيب هي الحقيقه البشريه عرفت الكهربيه او الالكتريستي من قبل الميلاد، يعني هو كان راعي، والراعي لقى حجر في الارض فمسك الحجر وقعد ينضفه، هو كان قصده ينضفه كده، فهو بعد ما دعكه لقى الحجر ده ليه قدره على جذب الاشياء. اوكي، الحجر اللي هو مسكه ونضفه، بعد ما نضفه او دعكه بقى ليه قدره على جذب الاشياء، الحجر ده كان اسمه كهرمان، فمن ساعتها اللي اتسمت كهربيه، والكهرمان باليوناني لان هو القصه دي كانت في اليونان كان اسمه الكترون، فاتسمت الكتريستي بالنسبه لليونانيه، واتسمت بالعربي كهربيه بالنسبه للكهرمان. لو جينا نتكلم عن الماجنتيزم برضو هنلاقي ان هو صدفه، كان راعي ومسك حجر، بس الحجر ده بقى ليه كان ليه قدره على جذب المعادن او اشياء تانية هو ما كانش ساعتها يعرف انها معادن من غير ما يدعكه. اوكي، يعني الفرق بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد ان الماجنت بيقدر يجذب الاشياء او يجذب المعادن من غير اي تدخل من الانسان، لكن في الكهربيه الجسم لو عملته دعكته اي جسم تاني بيبقى ليه قدره على جذب اي جسم بقى بعد كده. اوكي، ده كده مقدمه تاريخيه جات منين الالكتريسيتي والماجنتيزم واساميهم والقصه دي. الماجنتيزم اتسمت ماجنتيزم لان الاقليم اللي الراجل كان قاعد فيه ده ولقى المغناطيس كان اسمه مانيزم، والاقليم ده في تركيا. طيب احنا هنشتغل ازاي ونذاكر منين؟ بس قبل ما نبدا عشان ما ننساش، احنا هنشتغل من سيروي. اوكي، سيروي ممكن تجيب اي اديشن، هو تقريبا الفروقات بينهم ضعيفه، مش يعني الكونتنتس في الاخر المعلومات هتلاقيها قريبه جدا من بعض بالنسبه للاديشنز، هو اللي بيفرق في البروبلمز. اوكي، طيب ممكن تجيبه بي دي اف من على النت، يعني تلاقيه في مكتبه الكليه، فالمهم ان احنا هنشتغل من سيروي. معلش، هو طبعا ايه تاني يا دكتور؟ سيروي هو كل كتب الفيزيكس اسمها فيزيكس فور انجينيرنج ستودنت، بس المؤلف اسمه سيروي. اوكي، طيب طبعا عارفين ان بيبقى في كتاب بينزل في المعمل، اللي حابب يشتريه اوكي، مش حابب ومكتفي بسيروي ما فيش اي مشكله، وطبعا بيبقى عندك كتاب المعمل برضو اللي هتشتغل فيه. طبعا المعامل هتبدا من اول اسبوع،
يعني الناس تبقى عاملة حسابها إن المعمل بدأ من الأسبوع ده، اللي مكتوب له في الجدول المعمل ينزل يحضر المعمل لو سمحت، والتوتوريال كمان المفروض إن هي بدأت من أول، بتبدأ من أول أسبوع ده. أوكي. طب السكيشن هتكون فردية ولا زوجية الأول؟ السكاشن بص في هتبقى الجدول فردية، احنا هنبدأ كنت فردي، قايل يعني أخوي. معمل السكشن يبدأ فردي إلا لو بتاخدوا مع بعض فردي حاجة. أوكي. طيب نبدأ بقى الجزء الخاص بالإلكتريك فيلد. هندرس ايه بقى في الجزء الخاص بالالكتريك فيلد؟ هنتكلم، اتكلمنا على الانترودكشن وجات منين الفيزياء، هناخد بالتفصيل كولومز لو. الكولومز لو بيتعامل مع بوينت شارج، يعني ايه بوينت شارج؟ يعني نقطه صغيره جدا. بعد كده هنبدا نشوف لو هو كونتينوس شارج ديستريبيوشن، احسب ازاي الالكتريك فيلد اللي جاي منه. هنخش على جاوس لو ونعمل الابلكيشنز بتاعتها، وبعد كده نتكلم على الكونتاكتورز الالكتروستاتيك الكيمياء. يا دكتور بص معلش سؤال، نعم، عايز أسأل بس عن توزيع الدرجات هتكون كيف؟ هي توزيع الدرجات 100 زي الترم اللي فات. الالكتروماجنتيزم عليها 100 درجة، 60 على امتحان الفاينل، اوكي، 15 على المعمل، و15 على الميد ترم، وعندك 10 درجات اللي هما ستودنت اكتيفيتي اللي داخل فيهم الكويزز وكتاب المعمل، حضور المعمل. اوكي. تمام شكرا يا دكتور. احنا اتفقنا ان احنا البشريه عرفت الالكتريستي من قديم، من قبل الميلاد. اوكي. بس امتى بقى بدأ الناس تدرس الالكتريستي بالتفصيل؟ مع بدايه بقى القرن الثوره الصناعيه والقرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، بدأت بقى الدراسه بالتفصيليه والتطبيقات والقصه دي كلها. طيب بدأوا يدرسوا ايه؟ قال لك بقى تعالى ندرس موضوع ان الراعي حك الحجر وبقى ليه قدره على جذب الاشياء. بدأوا يدرسوا الموضوع ده بالتفصيل شوية، جابوا قطعة من الإزاز، أوكي، ودعكها بقطعة من الفرن، جاب قطعة تانية من الزجاج برضو ودعكها من الفرن، وقرب الاتنين من بعض. لأن هو ما بيقرب الاتنين من بعض بيحصل إيه؟ بيحصل بين الاتنين قوة، قوة إيه دي؟ تنافر. تمام دي تنافر. دي تنافر. قالك طب نجرب مادة تانية، جاب البلاستيك مثلا، حرير، وجاب قطعة تانية من البلاستيك ودعكها من الحديد. اوكي. لا، ايه اللي حصل بينهم؟ حصل بينهم قوة تنافر برضه. طيب قال لك طب ما اجيب البلاستيك اللي انا عملته بالحرير ده واحطه جنب الازاز اللي انا دعكته بالفرن. لا، حصل ايه دلوقتي؟ لا، حصل بينهم تجاذب. اوكي. فمن الاكسبيرمنت دي، طبعا الاكسبيرمنت اتكررت على اجسام كتير بحاجات كتير بتاعتها، فمن الاكسبيرمنت دي نقدر نستنتج ان احنا عندنا نوعين من الاجسام. ايه هما؟ يعني نوعين من الشحنات، سما ممكن اسمي واحده الف وب، جيم ودال. فهم كان التسميه المعترف او المتعارف عليها بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج. اوكي. طيب تاني حاجه من الاكسبيرمنت دي نستنتج ايه؟ نستنتج ان الشارج اللي زي بعضها، يعني الجلاس لما ادعكه بالفرو وقربه من الجلاس بالفرو، يبقى انا كده متكون عندي نفس الشارج. الشارج اللي زي بعض سواء هي بقى بوزيتيف ولا نيجاتيف، احنا مش هنخش في التفصيله الجلاس مع الفرو بيدي بوزيتيف شارج ولا نيجاتيف شارج، مش دي القضيه بتاعتنا احنا، ان هما الاثنين ليهم نفس الشحنه فبيحصل بينهم قوه ايه؟ ريبالشن فورس. لكن لو عندي شحنتين مختلفين بيحصل بينهم قوة تجاذب. طب ليه اما بدعك الازاز بالفرو بيبقى عندي تشارج؟ لان بيحصل انتقال من واحدة للتانية، يعني بيحصل انتقال للتشارجز من مادة للتانية على حسب بقى التكوين بتاع الكيميكال ومين اللي عندها فري تشارج اكتر من التانية، ودي هتاخد ولا هتدي، هتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف. مش دي القضية بتاعتنا، مش قضيتنا ومش هنتكلم بيها بالتفصيل. احنا بنتكلم على ان انا عندي بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج. اوكي. يبقى نعمل بقى ملخص للمعلومات اللي عندنا اللي هنبدا بيها. ان عندنا احنا الاول لازم ناخد بالنا ان احنا في الجزء ده، اول جزء، بنتكلم على الكتريك تشارج اتريست. يعني ايه؟ يعني بنتكلم من الشحنه ملزوقه لحد، يعني اول شابتر وتاني شابتر وتالت شابتر قبل ما ابدا ان في اي كارنت، احنا كل ده بنتكلم على الكتروستاتيك. يعني ايه الكتروستاتيك؟ يعني الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد، بعتبر ان الشحنه مش بتتحرك. اوكي. او ما بحط شحنه في الكتريك فيلد، مش بدخل باعتبار
ان في حركة في الموضوع كاينتك انرجي. طيب دلوقتي قلنا كمان ان احنا المعلومات اللي كونت عندنا ان احنا عندنا two kinds of charge، يعني في الطبيعة عندي نوعين من الشحنات positive charge و negative charge، وسمينا ال positive charge مثال ليها البروتون و negative charge زي الالكترون. اوكي ده كده من حيث نوع الشحنات اللي عندنا. طيب اتفقنا برضو ان الشحنات اللي زي بعض بيحصل بينها repulsion force، والشحنات اللي عكس بعض بيحصل بينها attraction force. اوكي كمان الالكتريك تشارج از كونسيرف، يعني ايه كونسيرف؟ يعني لو عندي خمس شحنات مهما حصل هما هيفضلوا خمس شحنات. اوكي يبقى التشارج از نوت ديسترويد اور كريت، يعني لا تفنى ولا تستحدث من العدم. عندي خمسه يفضلوا خمسه، عندي ثلاثه يفضلوا ثلاثه، عمر ما الخمسه هيبقوا ثلاثه ولا ثلاثه هيبقوا خمسه. اوكي طيب ايه كمان اللي لازم ابقى عارفه؟ ان الالكتريك تشارج is quantized، يعني ايه؟ يعني دايما بلاقي التشارج مالتيبلز من الاي، الاي اللي هي شحنة الالكترون، عمري ما هلاقي حاجة اقل من الاي. يعني لحد دلوقتي ما فيش شحنة اقل من الاي قدروا يفصلوها، وبقول لحد دلوقتي عشان ما حدش ضامن بقى في المستقبل يحصل ايه. اوكي يبقى المينيمم تشارج اللي هي الاي، بعد كده بتلاقي يعني لما بنيجي نتكلم على الاتوم بتقول ده عنده مثلا 4 الكترون 3 الكترون، عمرك ما حد قال لك ان هو عنده 3.5 الكترون في الاوتر شيل او في الانر شيل او القصه دي. التشارج بروتون نفسها الفاليو كتشارج بتاعت البروتون هي نفسها التشارج بتاعت الالكترون رغم اختلاف الماسز واختلاف الدايمنشن بتاعته. اوكي ممكن حضرتك تعيد الحته اللي فاتت يا دكتور عشان بس الصوت قطع سنه؟ انهي حته بالظبط؟ اللي هي اربعه، رقم اربعه. رقم اربعه احنا قلنا ان لحد دلوقتي الشحنه اللي قدروا يفصلوها او تبقى يدرسها منفصله هي شحنه الالكترون. اوكي يعني دايما بتتكلم على ماتيريال بتقول ده عنده 4 الكترون في الاوتر شيل او 3 الكترون او هكذا، عمرك ما حد قال لك 3.5 3.2. يعني ايه المينيمم تشارج اللي بنتكلم عليها او اقل شحنه نقدر نفصلها ونتكلم عليها هي شحنه الالكترون، اي حاجه بعد كده بتبقى مالتيبل منها. اوكي يعني بقول 3 الكترون 24 الكترون. اوكي وبقول لحد النهارده لان ممكن في المستقبل يكتشفوا حاجه يقدروا يفصلوا. اوكي تمام يا دكتور. طيب وشحنه البروتون هي نفسها شحنه الالكترون كابسوليوت فاليو رغم ان البروتون والالكترون في الماسز وفي الدايمنشن مختلفين تماما. اوكي يعني ممكن يبقى جسم كبير جدا وجسم صغير جدا زي البروتون والالكترون والاثنين عليهم نفس التشارج نفس رغم اختلاف الماس بتاعهم. هو يعني طيب كوانتايزد كوانتايزد يعني عدد مالتيبل منها. كوانتايزد يعني ايه؟ يعني زي الانرجي كده، مش انت خدت ان في الالكترون في الاتوم بتبقى في عندك layers energy، يعني بتقول level 1 level 2 level 3، يعني energy ما تقدرش تاخد اي value، لازم تاخد value يا دي يا دي يا دي. طب يعني قول energy مثلا 13 او 15 او 16، ما تقدرش تلاقي energy 13 ونص. برضو انا ما اقدرش الاقي الشحنة رقم، ما اقدرش اقول ان انا الجسم مشحون او لقيت 3 ونص الكترون او في الاوتر شيل بتاعتي في 3.5، لا هو دايما مالتيبل. اوكي تمام شكرا. دكتور معلش هو صوت بيقطع، او ما مش عارفه الصوت بيقطع. طب بس غالبا ان شاء الله التسجيل يبقى سليم. طيب دلوقتي احنا كده كونا معلومات مبدئيه عن الالكتريستي، يعني عندنا شحنات والشحنات اللي زي بعض بينها اتراكشن بينها ريبالشن فورس، والعكس بعض بينها ريبالشن فورس. طب الريبالشن فورس دي بتعتمد على ايه؟ بتزيد بزياده ايه؟ القصه دي مين اللي بدا يدرسها بالتفصيل؟ اللي بدا يدرسها كولوم بدا يعمل الاكسبيرمنت بتاعته عشان يدرس الفورس اوف اتراكشن والريبالشن دي بتعتمد على ايه. عمل ايه كولوم بقى؟ هو جاب two point charge، جاب شحنة Q1 وشحنة تانية Q2 منهم ال distance منهم دي. اوكي لما قربوا من بعض حصل هيحصل بينهم ايه دلوقتي؟ يحصل بينهم ايه يا جماعة؟ تمام يحصل بينهم عظيم. هو جاب شحنة Q
كيو 1 يعني ايه او كيو 2؟ يعني شحنه اولانيه باي قيمه، قيمه كيو 1، وشحنه ثانيه بقيمه كيو 2. تمام تمام. وقاس الفورس اوف ريبالشن بينهم وحط مسافه بينهم دي، وقاس الفورس اوف ريبالشن طلعت اف. اوكي بكام اف دي ما يهمنيش. عمل ايه بقى بعد كده؟ ساب الثانيه زي ما هي بنفس الفاليو، ومسك التشارج الاولانيه وضعفها خلاها الدبل، وساب نفس المسافه وقاس الفورس اوف ريبالشن. لا الفورس حصل لها ايه؟ الضعف، ضعفت برضه قيمه الفورس اتضعفت. اوكي يبقى ده معناه ان ايه؟ لما الفورس ضعفت باني ضعفت الكيو، يبقى ده معنى كده ان الفورس البروبورشن ويز كيو 1. اوكي دي اول استنتاج. يعني طيب. بروبورشنال، بروبورشن يعني تتناسب، دايركتلي تتناسب. ماشي طيب عمل ايه بقى؟ رجع قيمه اول شحنه للقيمه الابتدائيه وضاعف الشحنه الثانيه. حصل ايه للفورس؟ دبل. ستيل عندي ريبالشن فورس، بس الفورس برضو اتضاعفت. يبقى معنى كده ان الفورس اوف ريبالشن مالها؟ تتناسب مع كيو 2. كيو 2 اتضاعفت، الفورس هتضاعف. كيو 2 بقت 4 اضعاف، يبقى الفورس هتبقى 4 اضعاف. كيو 2 بقت 3 اضعاف، يبقى الفورس برضو هتبقى 3 اضعاف. اوكي طيب. تمام يا دكتور. احنا كده غيرنا كيو 1 وغيرنا كيو 2، يبقى ايه اللي ممكن نغيره تاني؟ كيو 1 وكيو 2 مع بعض الديستنس. اوكي طيب جه هو ضاعف الديستنس بين التو تشارجز وقاس الفورس. لا الفورس حصل لها ايه؟ لا هي سوري المفروض اف على 4، معلش هي مكتوبه غلط. اوكي اف على 4 طيب، وقلل الفورس للنص. لا الفورس حصل لها ايه؟ المفروض ان هي تزيد 4 اضعاف، يعني المفروض دي الاف العكس. اوكي طيب يبقى الفورس is inversely proportion with the distance square. اوكي دي اف اوفر 4، وهنا هي اللي 4 اف. تمام نصلحها بسرعه. طيب نستنتج ايه بقى من القصه دي؟ نستنتج ان انا ان الفورس عندي تتناسب مع قيمه كيو 1 وتتناسب مع قيمه كيو 2 وتتناسب عكسيا مع الديستنس سكوير. اوكي واضح يا جماعه؟ هي ليه ديستنس سكوير؟ هي بالاكسبيرمنت كده، يعني هو زود المسافه الضعف، لا الفورس قلت لاربع اضعاف. قلل المسافه للنص، لا الفورس زادت اربع اضعاف. اوكي يعني ده يعني القانون ده ممكن نقول ان هو وضع. وضع يعني ايه؟ يعني عمل الاكسبيرمنت وحط القانون. يعني هو مثلا كان شغال على مسافه ثابته، فلما ضعفها الفورس قلت للربع، لما قلل للنص برضو زادت اربع اضعاف مش زادت للنص. تمام. ولما ضاعف المسافة لا الفورس قلت للربع. يبقى هي inversely proportion مع distance، و inversely مع proportion مش مع distance بس، لا مع distance سكوير. واضح؟ تمام. طيب. طب احنا ليه حطينا كيو واحد الشحنات دي حطيناها بنحطها في البسط والكده اللي هو الثابت، ثابت التناسب. الكيلو هو ثابت التناسب. ليه حطيتها في البسط؟ لان هو لما زود كيو لقى الفورس بتتناسب طرديا مع الكيو، يبقى تحطها فين؟ طرديا يبقى تحط في البسط في النيوميريتور. اوكي هي طيب. ممكن تبقى بالسالب صح؟ طب خلينا بس ان نشوف موضوع السالب دلوقتي، احنا نفهم بس المبدا وبعدين هقول لك على السالب. اي سؤال لحد كده؟ طب انا غيرت كيو 1 وكيو 2 وغيرت الديستنس، هو ايه اللي ممكن يتغير في القضيه عندي تاني؟ ايه اللي ممكن يتغير تاني في الفورس نفسها؟ لا الفورس ممكن تتغير مع التغير. ايه كمان حضرتك غيرت خليت الشحنتين سالبتين؟ ماشي لا ما هو السالبتين كل الميديم برافو عليك، خليت الشحنتين عكس بعض. انا بتكلم دلوقتي على الماجنيتيود، وعشان كده حطيت لك الكيو المودلز. الماجنيتيود زي ما زميلكم قال ايه اللي ممكن يتغير تاني؟ الميديم. اوكي
يعني ممكن بدل ما هو يبقى هواء يبقى مادة تانية، يبقى دايلكتريك ماتيريال، يبقى أي مادة بقى. أوكي، فالاعتماد القصة دي أو اعتماد الفرصة على الميديم داخلة في الكي. الكي اللي هو ثابت التناسب، وثابت التناسب ده بيعتمد على الميديم. أوكي، يبقى كل ما الميديم يتغير، يعني لو كي دي بيهديد يبقى الفورس هديد. الكي دي بنسميها ايه؟ بنسميها كولوم كونستانت، او اللي هي البروبورشناليتي كونستانت. بنسميها كولوم كونستانت ليه سميناها كولوم كونستانت؟ عشان هو اللي عامل القانون سماها على اسمه. الماجنيتيود بتاعتها بتبان على الميديم. اوكي، يبقى على حسب نوع الميديم، على حسب الفورس دي ممكن تزيد او تقل بتغير الميديم. الكي يعني الميديم ده هو كي، تأثير الميديم هو داخل في الكي. لكن ما قلتش ان الكي هو الميديم. اوكي، طب الكي دي ممكن اكتبها انها 1 over 4 باي ايبسلون. ماشي، هي دي بقى الايبسلون دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها البيرميتيفيتي اوف ذا ميديم، يعني بالعربي النفاذيه. الميديم بيسمح بنفاذيه المجال الكهربي او خطوط المجال بقد ايه. كل ما الايبسلون دي تزيد يحصل ايه؟ الكي بتقل، يبقى الفورس ده. اوكي، يبقى الابسلون دي هي البيرميتيفيتي اوف ذا ميديم. لو بتكلم على هواء، اوكي، لو بتكلم على فري سبيس او هواء، يبقى الكي ب 9 في 10 اس 9، ده رقم سهل قوي انك تحفظه، واليونت بتاعته نيوتن متر سكوير على كولوم سكوير. اوكي، والابسلون بتاعت الفري سبيس 8.8 في 10 اس 12 كولوم سكوير نيوتن على متر سكوير. اوكي، طب يا دكتور معلش، يعني ايه بيرميتيفلي اوف ميديم؟ البيرميتيفيتي يعني بيسمح بالنفاذيه، يعني النفاذيه. اوكي، هي بالعربي نفاذيه بالظبط كده. يعني هو في فرق ما بين الكلمه دي والبيرميابيليتي ان احنا كنا بناخدها في الثانويه العامه، اعتقد بيرميابيليتي. سؤال مهم جدا، دي البيرميتيفيتي اوف فري سبيس بتتكلم على خاصيه الوسط لمرور المجال الكهربي، لكن البيرميابيليتي بتبقى خاصية الوسط لمرور المجال المغناطيسي. اوكي، معلش استاذ حاجه دكتور تقوليها تاني بس عشان اكتبها. البيرميابيليتي اللي هي خاصية الوسط بالنسبة للمجال المغناطيسي، اللي هي السماحية، ترجمتها بالعربي السماحية، لكن البيرميتيفيتي ترجمتها النفاذية. لكن الاثنين في الاخر بيدرسوا قدرة الوسط على توصيل يا اما الالكتريك فيلد يا اما الماجنتيك فيلد. اوكي، تمام، شكرا لحضرتك. طبعا البيرميتيفيتي بتاعت الهواء دي اقل بيرميتيفيتي. اوكي، اي وسط تاني هتبقى الابسلون بتاعته اكبر من الابسلون نوت. اوكي، اكبر منها، يبقى الكي بتاعت اي وسط مالها اصغر من بتاعت الهواء. ال لا تاني، معلش تاني يا دكتور، معلش تاني، الابسلون بتاعت الهواء اللي هي 8.8 في 10 اس 12 دي اقل بيرميتيفيتي. اوكي، اي وسط تاني هتبقى الابسلون بتاعته اكبر من الرقم ده. لما تبقى الابسلون اكبر من الرقم ده يبقى الكي بتاعت اي ماده غير الهواء مالها تبقى اكبر بقى، اكبر من، تبقى اصغر. مش حضرتك قلت دوت اصغر حاجه بتاعت الهواء الابسلون؟ لما التانية هتبقى اكبر يبقى الكي بتاعت اي وسط تاني، اه يعني النفاذيه بتاعت الهواء اكبر حاجه. بالظبط كده، اكبر حاجه، لا النفاذيه اصغر حاجه، فواحد على رقم صغير هيطلع الكي كبير. تمام، لكن لما اسمع رقم تاني اكبر هتبقى الكي بتقل. حضرتك بتتكلم على الكي مش بتتكلم على النفاذيه نفسها. انا بتكلم على الكي، يبقى الكي بتاعت الهواء اكبر كي، اي كي تانيه هتقل. يبقى انا لو حاطه التشارج دول في الهواء هيبقى بينهم اكبر فورس، لو حطيتها في اي وسط تاني يحصل ايه للفورس؟ هتقل على طول. اوكي، هتقل. تمام دكتور معلش، يعني الابسلون دي هي مقاومه الميديوم لانتقال الشحنات الكهربيه ولا سماحيته ان هو ينقل الشحنات؟ هي ترجمتها بالعربي النفاذيه، النفاذيه. اوكي، طب معلش انا اسف، الارقام دي بتتحفظ ولا لا؟ لا لا طبعا، احنا اتفقنا من الاول ان احنا ما نحفظش حاجه، وبينزل لك الكونستانت والفورمولا شيت. اوكي، تمام. طيب ناخد بالنا من حاجه، ان بوينت شارج انا بتكلم على شحنه صغيره جدا، يعني ابعادها صغيره بالنسبه للديستنس اللي انا بقيسها عندها. اوكي،
يبقى احنا دلوقتي كل القانون ده استنتج في حاله ايه؟ ان انا بتكلم على بوينت شارج. يعني ايه بوينت شارج؟ يعني دايمنشن بتاعتها صغيره جدا. واضح؟ يبقى ما يجي يجيب لك حاجه غير البوينت شارج مش هقدر استخدم كولوم لو. طيب زميلكم كان بيقول طب لو هي بوزيتيف ولا نيجاتيف اعمل ايه؟ تعالوا نشوف بقى. اول حاجه يكون الفورس كونسرفاتيف. يعني ايه كونسرفاتيف؟ يعني الفورس ما فيهاش لوسز. طيب اتجاهها فين؟ اتجاهها لو بصينا كده هو كيو 1 بتعمل ايه في كيو 2؟ هو احنا قلنا ان بينهم ريبالشن فورس. ايه ريبالشن فورس؟ يعني كيو 1 بتزق كيو 2 وكيو 2 بتزق كيو 1، الاثنين عليهم الاثنين بيأثروا على بعض تأثير متبادل. نفس الفورس، يعني الفورس من دي على دي هو نفس الفورس من دي على دي، بس اتجاه الفورس فين؟ اتجاه الفورس على كيو 1 هو على الخط الواصل من دي لدي. اوكي؟ دوشة جامدة جنب حضرتك. نعم؟ في دوشة جامدة جنب حضرتك. مفيش دوشة جنبي خالص. ممكن الكمبيوتر جنب السماعة أو جنب الميكروفون. والابسلون والبوينت شارج وقلنا ان الفورس كونسرفاتيف. طبعا احنا ما كتبنا ان الفورس القانون ده ما كتبناه كده، القانون ده كامل ولا ناقص؟ اما اكتب ان الفورس بيساوي كي كيو 1 في كيو 2 على ار سكوير كده كامل ولا ناقص؟ يعتبر ناقص عشان الدايركت. صح كده؟ الفورس دي كميه فيكتوريال، يبقى لما اجي اتكلم عليها لازم اتكلم على الدايركشن اللي هي الاتجاه. اوكي؟ يبقى اما اجي اكتب كولومز لو لازم اكتب اقول ان الفورس على 1 من 1 على 2 بيساوي كي في كيو 1 كيو 2 على الديستنس سكوير في اتجاه يونت فيكتور. فين اليونت فيكتور ده؟ او لو قلت ان دي كيو 1 ودي كيو 2 يبقى الفورس اللي جايه من 1 على 2 من 1 على 2 في اتجاه اليونت فيكتور الواصل من الشارج كيو 1 رايح للشارج كيو 2، يبقى ده اتجاه الفورس اف 1 2 في اتجاه الخط الواصل من كيو 1 لكيو 2. طب احسب ازاي اليونت فيكتور ده؟ طبعا انتوا اشطر مني في حساب اليونت فيكتور. هو الديستنس من الفيكتور من الواصل من ار 2 على اللانس ار 1 2. اوكي؟ طيب لو كيو 1 وكيو 2 ليهم نفس الشحنه طبعا هيبقى عندي ريبالشن فورس. اوكي؟ طيب يبقى الاف 1 2 هي نفسها الاف 2 1 كماجنتيود، لكن ايه اللي بيفرق؟ الدايركشن. يبقى اف 1 2 بيساوي نيجاتيف اف 2 1 لان الفيكتور ار 2 1 هو نيجاتيف الفيكتور ار 1 2. اوكي؟ طيب لو الاثنين طبعا سواء الاثنين بوزيتيف او الاثنين نيجاتيف هيبقى بينهم ريبالشن فورس. طب لو عندي واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف يحصل ايه دلوقتي؟ يحصل اتراكشن فورس. اتراكشن فورس يبقى الفورس اللي على كيو 1
اللي من Q1 على Q2 هتبقى في اللي هي F12، هتبقى في اتجاه نيجاتيف R12. جت منين النيجاتيف دي؟ جت من انا ال Q1 واحدة فيهم هتبقى نيجاتيف، لما اجي اعوض هتبقى نيجاتيف، يبقى ايه؟ هيديني نيجاتيف الدايركشن بتاعت R12. اوكي؟ طيب ناخد نيوميريكال اكزامبل كده عشان نحس شوية بالارقام. هنا بيقول لي عندي 3 point charge Q1 Q2 Q3 ومحطوطين بالمسافات، المسافة بين Q2 وQ3A والمسافة بين Q1 وQ2A برضو. اوكي؟ مديني Q1 equal Q3 equal 5 micro coulomb وQ2 equal 2 micro coulomb، وبيقول لي ان الA ده الـ distance منهم 0.1 meter وعايز الـ resultant force على Q2. طيب احنا في Coulomb's law اتكلمنا ان كان عندي 2 point charge، 2 point charge يبقى دي بينهم attraction بينهم repulsion، المهم ان هو الفورس من دي على دي قد من دي على دي. طب لو عندي اكس اكتر من charge يحصل ايه؟ يبقى Q2 دي بتتأثر بكام charge؟ بتتأثر بQ1 اتنين. بتتأثر بQ1 وبتتأثر بQ3، يبقى عليها فورس. لو جيت ادرس الفورس اللي عليها الاقي فيه فورس جاية من 1 على 2 تمام؟ وفي فورس جايه من 3 على 2، المفروض دي 2. طيب اقدر احسب كل واحده لوحدها؟ طيب الفورس اللي جاي من Q1 على Q2 is F12 والماجنيتيود بتاعتها بكام؟ اعوض في كل مزيو K Q1 Q2 على A سكوير. معلش يا دكتور، هو ليه الدايركشن بتاع الفورس مش العكس؟ طيب دلوقتي دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، يبقى بينهم ايه؟ attraction force. attraction يعني Q2 حاسة ان Q1 بتشدها، تمام؟ تمام اي تمام. طب لو بصيت على Q2 و Q3 هلاقي ان Q2 برضو حاسة ان Q3 بتشدها، لان دي negative ودي positive، يبقى بينهم attraction force. الدايركشن بتاعتها فين؟ خط العمل هو الخط الواصل بين الاثنين في اتجاه بقى بوزيتيف ولا نيجاتيف. مين اللي بيحدده؟ اللي بيحدده نوع الشحنات. فهنا عندنا واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف، يبقى F اللي جاي على 3 نتيجة 2 في اتجاه ال X axis. اوكي؟ الماجنيتيود احسبها ازاي؟ K اعوض في المودولس بتاع Q1 اعوض في المودولس بتاع Q2 واقسم على الديستنس سكوير. طب ليه بعوض في المودولس؟ لان انا حطيت الدايركشن فين؟ عشان انا حطيت الدايركشن على الرسم خلاص، يعني اخدت معلومة انها نيجاتيف اخدتها في الدايركشن. اوكي؟ يعني معلومة ان الشارج دي نيجاتيف حطيتها في الدايركشن انها F32 كده في الاكس اكسس، مرجعش بقى احط هنا كده. معلش بس انا اسف، هو انا سميت ان دي F12، يعني كده انا بقول ان اللي في الاول ده طلع رقم 1 بيسحب رقم 2 صح؟ الفورس على 2 نتيجة 1، او الفورس اللي جاية من 1 على 2. ايوه يعني 1 بيأثر على 2 فبحط 1 في الاول، فالدايركشن كده بيبقى ايه بقى؟ الدايركشن هيبقى الخط الواصل. بص هو الدايركشن خلينا ناخدها في الـ I والـ G احسن. اوكي؟ يعني موضوع اليونت فيكتور والارض مش هنستخدمه، احنا هنخلي ابسط نستخدم كله في اتجاه الـ I والـ G. هقول لك دلوقتي يعني مثلا احنا كده حسبنا الماجنيتيود، اكتب الماجنيتيود دي ازاي؟ يبقى الـ F هي من 1 على 2 في اتجاه الـ negative G، يبقى أكتب negative 9G. طب هو ليه أنا مثبتش Q2 وخليت إن Q1 هي اللي هتروح لها، يعني اللي هي الشحنة السالبة هي اللي هتشد الشحنة الموجبة؟ بص يا باشمهندس، أولا هما إحنا اتفقنا إن الكتروستاتيك، يعني أنا بعتبر لحد دلوقتي إن أنا لازقة الشحنات محدش هيتحرك. هو قال لي إيه في السؤال؟ قال لي احسب الـ resultant force على Q2. أوكي؟ يعني بيقول لي Q2 دي هتتأثر ازاي بQ1 وهتتأثر ازاي بQ3. تمام اوكي. اوكي يبقى هو اللي بيطلب بيقول لي احسب الفورس على مين. فبما ان Q2 يبقى بشوف تأثير Q1 على Q2 وتأثير Q3 على Q2. طيب تأثير 1 على 2 انها بتشدها في اتجاه النيجاتيف جي. طيب لو عايز اجيب الفورس على Q2 نتيجة Q3 اللي هي سميها F32، احسبها بقى الماجنيتيود الاول. احسب ماجنيتيود زي Q2 Q3 على A سكوير اللي هي الكي اللي اتفقنا ان هي 9 × 10^9، يعني 9 times 10 to the power 9 في الكيو اللي هو قال لي 5 مايكرون، مايكرون اللي هو 10 to the power negative 6 في
في كيو 2 اللي هي 2 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 على الديستانس سكوير اللي هي 0.1 سكوير. وطبعا لو الديستانس دي كانت سنتيمتر يبقى كان لازم احولها متر لان احنا بنشتغل اس اي يونت. طلعت الماجنيتيود ب 9 نيوتن. 9 نيوتن في اي دايركشن؟ في دايركشن اكس واي اكس دايركشن. بوزيتيف اي يبقى اكتبها نيجاتيف في قصدي اكتبها بوزيتيف 9 اي. يبقى التوتال فورس بتاعتي على 2 هتبقى 9i minus 9j اللي هي ممكن اكتبها اجيب الروت بتاعها. دكتور احنا قلنا دكتور ان القوه بتتحرك من 1 ل 2. اه الفورس راح من 1 ل 2 تاثير q1 على q2. طب هو لو القوه رايحه من 1 ل 2 يبقى دوت كده في اتجاه البوست بتاع j. لا القوه مش رايحه, هو q1 بتاثر على q2 ازاي؟ بتشدها لتحت صح؟ Q1 في مكانها و Q2 في مكانها, بس Q2 حاسة ان Q1 عايزة ايه؟ تشدها. تشدها يعني الفورس فين؟ تحت. تمام؟ طيب نفس الرسمة بنفس الأرقام بس هنا قال لي تعالى بس نحل ده وبعدين عندي سؤال بعد المفروض. هنا طالب ايه بقى دلوقتي؟ هنا طالب الفورس على Q3 اوكي. طب Q3 هتتأثر بمين؟ هتتأثر بQ1 وهتتأثر بQ2. طب Q1 وQ3 بينهم ايه؟ attraction ولا repulsion؟ repulsion. تمام. طب وQ3 وQ2؟ attraction. يبقى انا لو رسمت اتجاهات الفورسز هلاقي ان الفورس اللي جايه من 1 على 3 repulsion, يعني اف Q3 دي حاسه ان 1 عماله بتسوقها بعيد اوكي. طب وحاسه ان كيو بتعمل فيها ايه؟ بتشدها. يبقى الفورس اف 2 3 في هذا الاتجاه اوكي. طيب اقدر احسب كل واحده فيهم. اه الماجنيتيود بتاعت اف 1 3 هي كي كيو 1 كيو 3 على الديستنس. فين الديستنس؟ الديستنس اللي هو الهايبوتنس ده اللي هو روت 2 اي, ديستنس بين الشحنه الاولانيه والشحنه الثانيه. واضح يا جماعه؟ شلون نفس ازاي للانجل 45 عشان اداني المسافه دي ايه والمسافه دي ايه. شكرا. اوكي طيب يبقى الQ1 الماجنيتيود وبحسب الماجنيتيود لان انا دايركشن اخدتها في الرسم ما اخدش التاثير بتاع انها بوزيتيف ولا نيجاتيف مرتين. يبقى الاولانيه Q1 اللي هي 5 مايكرو مضروبه في الثانيه اللي هي 5 مايكرو كولوم على الديستانس سكوير يطلع الكلام ده ب 11.25 يعني 11 وربع نيوتن. طيب F1 3D مايله كده, انا عايز اجيب الاكس كومبوننت والواي كومبوننت يبقى هحللها تبقى F13 كوزاين 45 اتجاه الار زائد F13 ساين 45 اتجاه الجي يطلع الكلام ده 7.95 اي بلس 7.95 في الجي. طيب الفورس اللي جايه على Q3 نتيجه Q2 اتفقنا ادي الدايركشن بتاعتها اتجاه النيجاتيف جي. طب الماجنيتيود بكام؟ احسب الماجنيتيود هتبقى كي في كيو 2 كيو 2 كيو 3 على الديستانس سكوير. وليه ايه سكوير بالظبط؟ لان هي خلاص هي الديستانس دي ما هياش الهايبوتنس تطلع 9 نيوتن. 9 نيوتن اكتبها ايه؟ نيجاتيف 9 في اتجاه الار اوكي. طيب يبقى التوتال فورس هي ايه؟ اجمع بقى القصه دي فيكتوريال سام. يبقى اخد كل الكومبوننت اللي في الاكس واجمعها مع بعض واخد كل الكومبوننت اللي في الواي واجمعها مع بعض يطلع الكلام ده نيجاتيف 1.05 اتجاه الاي بس 7.95 اتجاه الجي. تمام. ولو عايز اجيب الماجنيتيود تبقى 8.02 نيوتن. اي اسئله دكتور؟ التسميه تختلف. يعني ايه التسميه تختلف؟ يعني لو قلت اف 31 هتفرق في حاجه؟ اه اف 31 يعني معناها ان الفورس اللي جايه على 1 نتيجه 3 اوكي. تمام. طيب اي سؤال لحد دلوقتي؟ ممكن نقطة التسمية دي تاني يا دكتور؟ التسمية لما اقول F13 يعني الF اللي جاية من 1 على 3 من Q1 على Q3 اوكي. يبقى هو كان عندي سؤال بس يا دكتور. هو المفروض ان الفورس مثلا Q2 دي بتبذلها على Q1 هي الفورس اللي Q1 بتبذلها على Q2 صح كده ولا لا؟ اه
لا ده كده لما يكونوا اتنين بس. اوكي تمام. يعني انت ما حسبت الفورس التوتال على 3 هنا طلعت 8 تمام. في المثال اللي فات ما طلعتش 8 يبقى ما يكونوا اتنين بس يبقى دي على دي لكن دلوقتي انا بتكلم على التوتال فورس على كيو 2 عمرها ما هتبقى ليها علاقه بالتوتال فورس على كيو 1 ملهاش اي علاقه بالكيو توتال على كيو 3. لكن لو بدرس تاثير كيو 2 على كيو 3 وكيو 3 على كيو 2 بس دول قد بعض. تمام ماشي شكرا. لكن لو التوتال فورس توتال فورس دلوقتي ما بقتش يعني ما فيش ولا واحده فيهم هتبقى التوتال فورس بتاعتها قد الثانيه. طيب اي سؤال تاني؟ وممكن السلايد فات بس حضرتك اصورها ليه؟ السلايد فات اللي فاتت بس السلايد فاتت فيها خلي بالك فيها غلطه في هنا المفروض دي 2 اوكي هنا برضو في 2 اف توتال على 2 هي كده عشان غلطه واحده اوكي يا جماعه اي اسئله؟ هو في سؤال بس يا دكتور معلش هو احنا عرفنا الكي بكام منين؟ برضو ما انا قلت لك القانون ده وضع يعني ايه وضع يعني بتقيس وبتطابق بتقعد من النتائج تجيب الفاليو بتاعت الكي يعني انا قعدت اغير كيو 1 وغيرت كيو 2 فلقيت انها بتتناسب مع كيو 1 حصل ضرب كيو 1 في كيو 2 وغيرت الديستانس ولقيتها بتتناسب مع الديستانس سكوير ثابت التناسب اقيسه ازاي بجيبه ازاي بقعد اقيس الفورس واضرب كيو 1 في كيو 2 على الديستانس سكوير واساوي الطرفين بالكونستانت بتاعي ثابت التناسب اوكي تمام يا دكتور طيب دكتور اي هاف كويشن دكتوره نعم so I don't know the lectures is start at what time because I don't know I didn't get the link soon طيب إذا lecture is recorded you can get the record and okay so at which all was on Monday so we have lecture at 12 at 12 or at which time Monday at 12 and half 12 and half and next Saturday we will have a lecture starting from 8 o'clock Monday and Saturday per 2 weeks okay. So we mean on Saturday then I will be joining at what time on Saturday oui 8 heures tu parles français alors at what time at eight morning Saturday will start at 8 o'clock morning okay thank you and Monday at 12 and half yes thank you so much you. طيب اي اسئله ثانيه يا جماعه لا تمام يا دكتور طيب فهمنا يعني ايه attraction force repulsion force ونحسبها ازاي ودايما لما يبقى عندي كذا force بقى بعمل ايه بعمل composition في الاكس دايركشن وبجيب الريزلتنت بجيب الاكس كومبوننت ات واي كومبوننت وجيت ذا ريزلتنت اور اي كان رايت الفورس في الاي والجي كومبوننت يا دكتور قيمه كيو 1 وكيو 2 ثابته والسابق والكي برضو ثابت يعني القيمه يعني كيو 1 ثابته الكيو 1 انا ممكن احط لك اي فاليو الكيو 1 والكيو 3 انا في الاكزامبل ده خليت لك الكيو 1 والكيو 3 ب 5 مايكرو كول ممكن اكزامبل ثاني يبقى ب 10 ممكن يبقى ب 1 تمام لكن الكي هي اللي بتعتمد على الوسط الميديوم بتاعي فهي اللي دايما ب 9.9 تايمز 10 تو ذا باور 9 لما بتكلم على الاير تمام اوكي ناخد example تاني هنا MCQ بيقول لي ايه بيقول لي I have two charge one of two coulomb والتانية negative four coulomb اوكي ومسمي لي region D1 و region 2 and region 3 بيقول لي I want to place third particle يعني عندي واحدة تالتة قيمتها one coulomb عايز احطها بحيث ان الفرصة عليها تبقى بزيرو احطها في region 1 ولا في region 2 ولا في region 3 ولا ينفع 1 و 2 ولا 1 و 3 ولا 3 ولا ممكن اي region ممكن الاقي عليها فورس بزيرو
region 1. طيب لو احنا قلنا هحطها في region 1. region 1 هي posted اوكي، يبقى عليها force repulsion ناحيتي واتراكشن، يبقى ممكن الاثنين يتساوي صح، ممكن اوصل لمرحله ان هم يبقى بزيرو. طب لو حطيتها هنا، لو حطيتها هنا هتبقى دي force repulsion ودي attraction والاثنين هيكونوا في اتجاه الار، يبقى region 2 ما تنفعش اوكي، لان الفورس اللي جاي من التو تشارج على البوزيتيف هنا هيبقوا في نفس الدايركشن. انا عشان يحصل اكليبريم يحصل فورس بزيرو لازم التو يبقوا في نفس الايه، يبقوا في عكس الاتجاه. طب لو حطيتها في region 3 تاني بيقول لي لو عندي، لو عندي بوزيتيف شارب 1 كولوم احطها فين بحيث النت فورس عليها ايكوال زيرو اوكي. هو ايه الثيرد بارتكل ده فين هو اساسا؟ هو بيقول لك في انت ماسك في ايدك ثيرد بارتكل تمام اوكي، هي مش موجوده على الرسم بس احطها فين وكميتها ب1 كولوم احطها فين بحيث النت فورس عليها تبقى بزيرو اوكي. اه تمام. طيب عشان النت فورس عليها يبقى بزيرو يبقى لازم الفورس اللي جايه من كل واحده من دول تبقى عليها في عكس الاتجاه. لو حطيتها في ريجن 1 هتبقى الفورس اللي جايه من 2 كولوم في اتجاه النيجاتيف اي، واللي جايه من نيجاتيف 4 كولوم هتبقى في اتجاه الاي تمام. يبقى ريجن 1 تنفع. طب ريجن 2 تنفع ولا ما تنفعش؟ لو انا حطيت التشارج هنا هيبقى دي في اتجاه الاي، الفورس اللي جايه عليها ريبالشن في اتجاه الاي، واللي جايه من نيجاتيف 4 في اتجاه الاي برضو، يبقى الاثنين في نفس الدايركشن، يبقى مش هيبقى بزيرو. طب ينفع ريجن 3؟ هو بربك قوت النيجاتيف هتبقى اقوى عليه. اه تمام كده. لو انا حطيتها هنا، لو انا حطيتها في ريجن 3 هيبقى عليها فورس جايه من نيجاتيف 4 في اتجاه النيجاتيف اي، وفورس جايه من 2 كولوم في اتجاه الاي، بس دايما الفورس دي هتبقى اكبر من الثانيه لان دي اكبر ومحطوطه اقرب، لا يمكن دي هتساويها اوكي. فيبقى الاجابه ان هي ريجن 1 اونلي. واضح يا جماعه؟ يعني كل ما ببعد عن البارتكل الفورس بتاعتي بتقل، فالقليله دي قليله وبعيده لا يمكن الفورس بتاعتها تتساوى من القريبه والكبيره. طيب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي a very small object has a charge q، يعني جسم صغير جدا دايمنشن بتاعته صغيره جدا، يبقى هقدر اطبق عليه كولوم بلو عليه charge capital q. charge small q is removed from it، يعني شلت حته من charge كده وحطيتها على small very small neutral object، يعني جبت object تاني ما كانش عليه اي charge وحطيت عليه حته من charge اللي كانت على الجسم الاولاني. ال two objects دلوقتي 1 meter apart. for the force that each object exerts on the other to be maximum q should be ايه بقى؟ يعني الشحنتين دلوقتي واحده عليها q واحده عليها capital q minus small q، عايزه الفورس تبقى ماكسيمم، يبقى الحته اللي اشيلها البارت q دي تبقى كام عشان تبقى الفورس ماكسيمم؟ طبعا دي مش هينفع بالتخمين، لازم نحلها كده نقول ايه دلوقتي هتساوي k اللي على اول charge بقى capital q minus الحته اللي اتشالت، والكيو اللي على تاني جسم هتبقى سمول كيو اللي هي الحته اللي اتشالت، يبقى الفورس كام؟ افاضل بقى الفورس مع الكيو الاقي ان دي اف اوفر دي كيو ايكوال زيرو، وان الكي اللي هي كيو ماينس 2 كيو ايكوال زيرو، تديني دي ان الكيو ايكوال كيو اوفر 2. واضح يا جماعه؟ مش فاهمه تاني. عندي اوبجكت وعليه شارج كابيتال كيو تمام، وعندي اوبجكت تاني ما عليهوش اي تشارج نيوترال، عايز اخد حبه من الكيو الكابيتال كيو دي احطها على الثانيه اوكي، بحيث يبقى الفورس عليهم ماكسيمم. واضح يا باشمهندس؟ تمام. طيب اخد كيو صغيره قد ايه؟ قال لك طب تعالى نحسب الفورس نفاضلها مع الكيو تديني انا المفروض اشيل حته قد ايه عشان الفورس تبقى ماكسيمم. هي الفورس هتساوي كي في Q1 في Q2، Q1 هتبقى الكيو اللي بادي بيها ماينس الحتة اللي شلتها، وQ2 اللي هي الكيو على الجسم الثاني هتساوي الحتة اللي شلتها، هقسمها على 1 سكوير يبقى دي الفورس. أفاضل الفورس مع الكيو
تفاضل الفورس مع Q يعني derivative بتاعت الفورس تديني capital Q minus 2 Q في الكي. يبقى عشان الكلام ده equal 0 لازم الQ small اللي انا اشيلها دي تطلع Q capital over 2. واضح يا جماعة؟ دكتور بعد اذنك كان عندي اول مسألة دي اللي فوق مالها اول هو عند الاي هي بتبقى زيرو الفورس ولا هي ممكن تبقى في زيرو؟ ممكن يعني انا جربت احلها هي طلعتش بزيرو. لا هتطلع بزيرو حسب انت هتحطها فين، لكن في مكان هي تبقى بزيرو في نقطه واحده مش عند الاي لا مش عند الاي بالظبط. هو بيقول لك هحطها في حته في الريجن كلها، دي كلها ريجن لكن مش عند الاي اوكي. لكن امكانيه انها تبقى زيرو مش هتتحقق غير في ريجن 1 اوكي. مش تمام بك. اي اسئله حد كده؟ دكتور انا مش فاهم حته التفاضل. حته التفاضل هو بيقول لك عايز الفورس تبقى ماكسيمم. طب اي كميه تبقى ماكسيمم امتى؟ لما الديريفاتيف بتاعتها ويز ريسبكت للحاجه اللي انت هتغيرها تبقى بزيرو صح؟ تمام. طيب اما فاضل دي اضربها كده كابيتال كيو في سمول كيو يبقى التفاضل بتاعها كابيتال كيو وماينس كيو سكوير يبقى الديريفاتيف بتاعتها 2 كيو. تمام اساوي الكلام ده بزيرو يطلع ان الكيو بيساوي كابيتال كيو اوفر 2 اوكي. يا بس معلش يا دكتور اول مساله دي مش فاهمها قوي. طيب يقول لي ان انا عندي ثلاث مناطق ريجن 1 وريجن 2 وريجن 3 عايز احط بوزيتيف تشارج قيمتها 1 كولب احطها فين بحيث الفورس عليها تبقى بزيرو؟ ايه المنطقه اللي فيها مكان الفورس يقدر تبقى فيه بزيرو؟ قال لك احنا قلنا لو حطيتها في النص هيبقى عندي فورس في اتجاه الاي والفورس اللي جايه من نيجاتيف 4 دي برضو في اتجاه الاي صح كده؟ تمام. يبقى في المنطقه اللي في النص لا يمكن الفورس هتوصل لزيرو. يعني هما في النص ديت في قوتين عكس بعض صح؟ اما هحط بوزيتيف تشارج هيبقى عليها قوتين في نفس الاتجاه هنا. يعني لو حطيت هنا بوزيتيف تشارج هتبقى الفورس اللي جايه من الاثنين دي في اتجاه الار ريبالشن. يبقى كده بقى الثلاثه واللي جايه مين اللي بقى اللي جاي من الاثنين كده يبقى كده اللي هي المحطوطه ديت بقى الثلاثه صح؟ ما هي هتاخد شحنه انت الاثنين. هي مش هتاخد شحنه يا باشمهندس، هي اوريدي عليها شارج 1 كولوم اوكي، بس لما احطها في النص بين الاثنين هيبقى عليها كام فورس؟ على اثنين. عليها اثنين، واحدة جاية من اثنين كولوم هتبقى ريبالشن، ريبالشن يعني ايه؟ يعني هتزقها كده، زقها في اتجاه الار. تمام. طب يا دكتور معلش ممكن سؤال؟ والفورس الثانية اللي جاية من نيجاتيف 4 هتبقى برضه في اتجاه الار. فلا يمكن في المنطقة دي في أي مكان الفورس هتوصل لزيرو. طب يا دكتور لو سمحت هو الشارج اللي هي 1 كولوم دي هي دي بروتون ولا الكترون؟ هي واحد كولوم لا بروتون ولا الكترون لان الالكترون 1.6 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 19 دي شحنه مهوله جدا بس دي ارقام كده بس عشان الحسابات سهل عليك الحسابات اوكي. هي بوزيتيف تشارج قال لك بلس 1 بلس يعني بوزيتيف اوكي. طب ما كده يا دكتور يعني في الريجن 2 طالما هي بوزيتيف يبقى ال2 كولوم مع ال1 كولوم يعملوا تنافر. تمام. تنافر ده في اني دايركشن في اتجاه الاي صح كده؟ يعني اتنين كولوم هتزقها ناحيه النيجاتيف 4 سي صح؟ تمام. والنيجاتيف 4 سي عايزه تشدها برضو يبقى في الاخر النت فورس عليها لا يمكن هتبقى بزيرو. شكرا. طب هو ليه طيب بزيرو عند المنطقه رقم واحد دي؟ طيب عند واحد هنا لما تحطها هتبقى التو كولوم دي هتزقها شمال صح؟ تمام. طب والنيجاتيف 4 هتزقها نيجاتيف 4 هتزقها عليها هتاخدها يمين هتسحبها عليها. تمام. يبقى عندك قوتين ممكن القوتين دول في نقطه معينه يوصلوا لزيرو ولا مش ممكن؟ ايوه هيترحوا من بعض. تمام. طب لما اجي احطها في ريجون 3 برضو هيبقى عندي قوتين بس النيجاتيف 4 دي نيجاتيف 4 بتشدها شمال وال2 كولوم بتزقها يمين بس المشكله النيجاتيف 4 اكبر بكتير من التو كولوم واقرب للشحنه يعني ما احطها هنا هتبقى هي اكبر واقرب يبقى الفورس اللي جايه منها
عشان هي الفورس بتتناسب عكسية مع المسافة. اه طيب مين المسافة اللي أبعد؟ الاتنين كولوم. أيوة. المسافين هتبقى أكبر. تمام. مسافة أكبر وهي كمان عادة. وهي كمان أصغر من الاتنين كولوم. أصغر من الأربعة. أصغر من الأربعة. فعندي مسافة كبيرة وفاليو قليلة يبقى لا يمكن هتتساوى الفورس التو فورس اللي جاية من دي. تمام. Okay. دكتور لو سمعت دكتور في السؤال التاني مش كيو كابيتال دي شحنة فالمفروض تتفاضل؟ لا هو مش بيفاضل، هو بيقولك اخدت منها حتة وحطيتها على جسم تاني نيوترال. تمام تمام. اخد حتة قد ايه؟ تمام. فانا بشوف تغير الفورس مع الحتة اللي هاخدها. تمام تمام ماشي. احنا دلوقتي كده خلصنا الليلة. مش المفروض ان الفورس دايركتلي مع الكوانتيتي؟ احنا لو شلنا هاف كده يبقى احنا شلنا اكبر كميه منهم، ف المفروض نشيل كميه اصغر اللي هي مثلا كيو على 6. ممكن لما نعمل ديريفاتيف الفانكشن اللي يعني الحاجه اللي بتطلع لما نساوي في زيرو ممكن تكون دي المينيمم، مش دايما تبقى الماكسيمم. خلاص احسبها كده. انت لو حسبت ضربت كيو على 6 في 5 على 6 هتطلع كيو سكوير 5 كيو سكوير على 36. تمام. على 6 على 36 على 36 يبقى 5 على 36. اضرب بقى الفاليو اللي انت طلعتها دي هتطلع كيو سكوير على 4. مين اللي اكبر؟ على 36 ليه؟ هتبقى كيو على 6 والحته الثانيه هتبقى 5 كيو على 6. اه طيب اضرب دي في دي كيو على 6 في 5 كيو على 6 تديك 5 كيو على 36. اوكي 5 على 36 اصغر بكتير من كيو سكوير على 4. اه سوري. تمام. طيب احنا كده يبقى اتكلمنا على الفورس وفهمنا الفورس ماجنتيود ودايركشن وانها تعتمد على كيو 1 وكيو 2 تتناسب عكسيا مع المسافه. تمام. طب لو انا عندي تشارج واحده، تشارج واحده عامله الكتريك فيلد هتعمل ايه بقى؟ يعني لو بتكلم على تشارج واحده مش بتكلم على تو تشارج، يبقى عندي بقول ان التشارج دي عامله منطقه نفوذ كده حواليها، ده اللي بسميه الالكتريك فيلد. يبقى احنا كل اللي فات ده كنت بدرس تاثير تو تشارج على بعض. طب لو عندي تشارج واحده، التشارج واحده دي بتعمل ايه؟ بتعمل حواليها منطقه نفوذ، منطقه النفوذ دي بسميها الالكتريك فيلد. طيب الالكتريك فيلد ده بكام؟ اوكي احسبه ازاي؟ من التعريف الالكتريك فيلد ده هي هتاثر بفورس قد ايه على يونت شارج. يعني لو حطيت شارج هنا في متر 1 يبقى الفورس عليها قد ايه، او لو انا ما عنديش شارج في متر 1 كيو تيست يبقى تعريف الالكتريك فيلد هو هجيب تيست شارج كده احطها هقيس الفورس عليها واقسم على قيمه الكيو تيست بتاعتي يطلع ده تعريف الالكتريك فيلد، يبقى الفورس بير يونت شارج. اوكي. طب اتجاه الالكتريك فيلد هو في اتجاه ايه؟ هو اتجاه الفورس بالظبط كده. لو انا حاطه التست شارج بتاعتي بوزيتيف يبقى الفورس عليها كده، يبقى برضو اتجاه الالكتريك فيلد كده. اوكي. بما ان انا بقى دكتور معلش هو ايه التست شارج ده ثاني؟ تاني انا دلوقتي عايز اشوف التاثير دي قد ايه على الشحنات الثانيه. اوكي. او عايز اشوف هي هتاثر قد ايه. انا عايزه او تعريف الالكتريك فيلد هو الفورس بير يونت شارج. طب لو ما عنديش يونت شارج هعمل ايه؟ هجيب شارج ليها اي قيمه حتى لو مش 1 واحطها جنب دي واقيس الفورس عليها واقسم على قيمتها، يبقى انا كده جبت الفورس اون يونت شارج. صح. يعني اكن كيو تيست دي بختبر بيها قوه المجال. اوكي. بحطها كده واقيس الفورس عليها بعدين اقسم على قيمتها يبقى دي قيمه الفورس بير يونت شارج. اليونت بتاعت الالكتريك فيلد بتاعتي نيوتن بير كولوم. اوكي. اتجاهها فين؟ طبعا لو بتكلم على مع الفورس اتجاهها هي اتجاه الفورس. تمام كده. لو عندي بوزيتيف تشارج اهي عايز اكتبها بقى بالفيكتور فور، يبقى الفورس نكتبها انها كي كيو في كيو تيست على الار سكوير في اتجاه اليونت فيكتور ار، يبقى الالكتريك فيلد هيبقى الفورس على الكيو تيست يطلع كيو في
كي في الكيو اللي عامله لي الالكتريك فيلد على الار سكوير في اتجاه الار، يعني في اتجاه ايه؟ في اتجاه الخط الواصل من الشحنه اللي عامله الالكتريك فيلد للمكان اللي بدرس عنده الالكتريك فيلد. اوكي، لو انا بتكلم على بوزيتيف تشارج هلاقي الالكتريك فيلد طالع من البوزيتيف تشارج. طب لو كانت الشحنه اللي عامله الالكتريك فيلد هي الزرقاء دي اللي هي نيجاتيف، يبقى لو حطيت تيست تشارج شحنه الاختبار بتاعتي البوزيتيف هنا كده هلاقي ان الالكتريك فيلد داخل على الشحنه بتاعتي. اوكي، يبقى الفورس داخله اتراكشن فورس، يبقى الالكتريك فيلد داخل، يبقى بقول ان الالكتريك فيلد تيرمينيتس اون ذا نيجاتيف تشارج. يبقى الالكتريك فيلد دايما بيبدا من ايه؟ الفرق من كيو تي، كيو تي اللي بختبر بيها الالكتريك فيلد، لكن كيو اللي هي عامله الالكتريك فيلد. اوكي، كيو تيست، تيست يعني اختبار. يبقى من الكلام ده لما انا قسمت الفورس هي كيو في كيو تيست على ار سكوير، لما اقسم على الفاليو بتاعتها يبقى الاقي ان الالكتريك فيلد ملوش دعوه بالكيو تيست دي خالص، هو بيعتمد دايما على ايه؟ بيعتمد على الشحنه او التشارج اللي عامله الالكتريك فيلد والديستنس. اوكي، يعني ممكن كيو تيست دي تبقى موجوده او مش موجوده، يعني انا وانا بختبر يعني لو دي موجوده لوحدها هي كده كده عامله الالكتريك فيلد، لو حطيت شحنه ثانيه يظهر تاثير الالكتريك فيلد في سوليد فورس، لو ما حطيتش يبقى مش هيظهر عندي الالكتريك فيلد. واضح؟ يعني يا دكتور احنا اتقطع عندي، فانا مش فاهم ليه ما كتبناش بقى اللي هي كيو تي ديت في القانون اللي هو الثاني اللي هو كي بتساوي كيو على ار تربيع في الار اللي هو المتجه ده. طيب انا كتبت الفورس بتساوي كي سمول كيو في كيو تيست على ار سكوير. اوكي معايا كده؟ اه تمام، سوري، تمام. تمام، طيب يبقى الكيو تيست دي بختبر بيها المجال الكهربي، دي ما بتاثرليش على المجال في الاخر. في الاخر لقيت ايه؟ ان الالكتريك فيلد بيعتمد على الكيو اللي عامله لي الالكتريك فيلد ويتناسب عكسيا مع الديستانس سكوير. تمام، يبقى الكيو اللي عامله الالكتريك فيلد كده كده الالكتريك فيلد موجود سواء في شحنات حواليها ما فيش شحنات حواليها، لو حطيت شحنات هيظهر الالكتريك فيلد في صوره فورس، لو ما حطيتش مش هيظهر الفورس، مش هتظهر. اوكي، طب هي الشحنه اللي انا بعمل بقى تيست دي دايما بتكون موجبه علشان يعني اعرف الاتجاه بالظبط كده، يعني لما باجي حد اتجاه الالكتريك فيلد بقول ان انا هعتبر اتجاه الالكتريك فيلد هو اتجاه الفورس على يونت بوزيتيف تشارج، يعني ده كونفنشن اتفاق. اوكي، طيب لو انا عندي بقى كذا كيو تيست اصلا ما بتطلعش، ما بتعملش فيلد. نعم، كيو تيست ما بتعملش فيلد. لا مش هدرس بقى القصه دي. تمام، انا يا دوبك هندرس قصه ان كيو هي اللي عامله الفيلد. طبعا دي عامله فيلد، بس انا بدرس الفيلد اللي جاي من كيو مش اللي جاي من كيو تيست. تعال شوف الرسمه اللي تحت دي كده، لو عندي كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 كل واحده في دول عامله الكتريك فيلد، صح؟ كل التشارج بحطها عامله الكتريك فيلد. طب لو بدرس عند البوينت بي يبقى عندي الكتريك فيلد جاي من كيو 1 وعندي الكتريك فيلد جاي من كيو 2 وعندي كيو الكتريك فيلد جاي من كيو 3. اوكي، طيب اللي جاي من كيو 1 اتجاهه فين؟ هتخيل ان انا عند البي هحط بوزيتيف تشارج يبقى اتجاهه في اتجاه لفوق كده اللي هو اي 1. طب كيو 3 برضو هتخيل ان في بوزيتيف تشارج هنا يبقى الفورس اللي عندي ريبالشن يبقى اي 3 في الاتجاه ده. طب كيو 3 هتبقى لو حطيت بوزيتيف تشارج هنا هتبقى اتراكشن يبقى اي 2 لتحت. اوكي، يبقى لو عندي system of point charge التوتال electric field هو الفيكتوريال سام بتاع كل واحد فيه. ناخد مثال كده، هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي شحنه نيجاتيف 4 نيوتن و5 نيوتن و3 نيوتن وعايز يحسب الالكتريك فيلد على بعد 2 متر عند البوزيشن 0 و2، اعمل ايه؟ اللي جاي من اول واحده E1، يعني لو سميت دي الثلاثة دي Q1 يبقى ده E1 اللي جاي نتيجة Q1. تمام، في اتجاه الاكس. طيب اللي جاي من 5 نيوتن ده اللي هي كيو 2 عند البوينت دي برضو هتخيل ان في بوزيتيف تشارج هنا كده يبقى الاي 2 في اتجاه الاكس. طب اللي جاي من كيو 3 اللي هي نيجاتيف هيبقى في اتجاه النيجاتيف اي يبقى ده اي 3. هو انا فين النيجاتيف والبوزيتيف؟ طب انا مش شايف
يعني هي اللون انا شايف واحده حمراء واحده زرقاء بس. احنا كاتب لك هنا نيجاتيف 4 نيوتن. في نيجاتيف جنب الفور؟ اه في نيجاتيف جنب الفور. الاثنين ما فيش نيجاتيف. نعرف الاتجاه بتاع المجال الكهربي من ايه بقى؟ بتتخيل ان انا عايز احسب عند البوينت دي صح؟ اه. يبقى بتخيل ان انا احط بوست في تشارج هنا واجيب الفورس عليه. يبقى لو حطيت بوست في تشارج هنا هيبقى من التلاتة دي هتعمل لها ريبالشن يبقى الـ E1 اهو. طب والخمسة برضه هتعمل لها ريبالشن يبقى الـ E2 اهو. ماشي هيحصل تنافر تمام، بس هو تنافر في انهي اتجاه بقى على حسب ايه؟ انا بحسب عند البوينت السودا دي، شايف البوينت السودا دي؟ لو حطيت فيها بوزيتيف تشارج هتبقى الفورس على البوزيتيف تشارج فين؟ هتروح فين يعني، هي هتروح فين؟ النقطة دي هتروح فين؟ بالظبط كده، هتبقى في اتجاه الـ F. يبقى الـ E1 في اتجاه الـ I، الـ E2 في اتجاه الـ I، والـ E3 في اتجاه النيجاتيف I، وأقدر أحسب كل واحدة فيهم إن هي K في قيمة الـ Q اللي عاملة المجال على الـ Distance Square. أوكي يا جماعة؟ معلش يا دكتور، هو انا دايما بفترض ان البوينت دي عندها بوزيتيف تشارج. اه بالظبط كده، دايما بفترض بتخيل ان عندها قيمه بوزيتيف تشارج عشان اجيب اتجاه الالكتريك فيلد. طب انا جبت الكيو تي منين؟ لا مفيش كيو تي بقى، احنا استنتجنا القانون خلاص بتاع الالكتريك فيلد ان هو كي كيو على الديستانس سكوير. مين كيو اللي فوق دي؟ كيو اللي عامله المجال بلس، يعني السلايد اللي فاتت دي مش احنا استنتجنا اهو الالكتريك فيلد بيساوي كي في كيو اللي عامله المجال على الار سكوير. وانسى بقى الكيو تيست خالص، انا بس الكيو تيست دي بستخدمها عشان اجيب اتجاه الالكتريك فيلد، يعني عشان اجيب البي هنا بتخيل ان في بوست في تشارج حطيتها هنا. تمام فهمت، شكرا. اوكي طيب هنقف لحد هنا عشان ما نتلخبطش، واشوفكم ان شاء الله يوم السبت الساعه 8. طيب يا دكتور كان عندي بس سؤالين كده. اتفضل. بالنسبه للاتندنس، لا انا ما باخدش اتندنس، اللي مش عايز يحضر المحاضره ما يحضرهاش، ما فيش اتندنس. طيب بالنسبه للكتاب بتاع اللاب موجود في اللاب نفسه؟ اه موجود في اللاب نفسه. اوكي وهنبدا ان شاء الله الاسبوع ده عادي. اه تمام. اي اسئله تاني يا جماعه؟ حضرتك هتبعت لي البي دي اف؟ انا بي دي اف بتاع ايه؟ السلايد اللي حضرتك بتشرحي منها دي هتحطها على التيمز ولا هتبعتها لحسين؟ لا انا مش هنزل السلايد، انت عندك الفيديو اتفرج عليه تاني خلاص. طيب اوكي انا عندي ممكن كل الحاجات دي موجوده في الداب سيرويس. كريم رد عليكم اهو. ايه كريم قال لكم كل الحاجات دي موجوده في سيرويس. طب يا دكتور ما تحاول تنزل لنا السلايدز عشان ما نضيعش وقت ان احنا نشوف الفيديو ونذاكر على طول السلايدز بس. طب يعني خلاص بس مش متاكد من القصه. اوكي انا بس اهم حاجه يا جماعه المحاضره تتذاكر لان كل محاضره مبنيه على اللي قبلها. اوكي تمام. يعني طب حضرتك مش حضرتك بتشرحي من السلايد دي؟ تبعتها لنا افضل يعني عشان في ناس مش معاها المرجع او الكتاب ده. ماشي اوف كويشن دكتور عندي ممكن حضرتك يعني دكتوره تكتب على اذنك على التيم زي سلايد 12. الو ايوه ايوه باشمهندس بعد اذنك يا دكتور عندي سؤال بس حضرتك ابيع السلايد تاني. السلايد كام؟ تقريبا كانت السلايد 12 اللي هي دي فول اند بلو. هو لسه ما قلبتش عندي ثانية. هي واقفة على سلايد 18. هي دي يا باشمهندس؟ هي دي. عندي سؤال في بالنسبة للإي دي اللي هي البرميتيفيتي دي. أنا مش فاهم ليه يعني هي في الإير بتبقى أقل حاجة لو حطيتها في ميديم تاني بتظهر، أنا مش فاهمها. طيب الكي بتساوي على الإير صح؟ مظبوط. طب لما الابسلون دي تكبر يحصل ايه للكي؟ الكي هتقل. هتقل؟ يبقى الفورس هتقل؟ عشان الفورس بتتناسب فرضيا مع الكي؟ يبقى ليه هي اللي هتزيد بقى؟
ولا الـ E والـ F برضو الاثنين بيتناسبوا تغذية مع الكتل. اوكي؟ يعني الـ E والـ F للهواء هما أكبر حاجة. واضح تمام؟ اوكي تاني معلش تاني تاني الكي الابسون لو زادت يبقى الكي هتقل يبقى الفرصة هتقل. يعني لو عندي نفس الشحنتين حطيتهم مرة في هواء وحطيتهم في أي ميديم تاني هلاقي الإلكتريك فيلد يحصل له إيه؟ الفورس هتقل. أوكي؟ تمام. أوكي. I have a question, دكتور. Oui. Yes. Okay. So my question I don't know the amino group. Is it as because the slide I don't know if it is there in center do we have a sheet or we don't have sheet? We have yes we have a sheet this will start by a revision of the vectors. The first sheet will be concerned with the vector. Okay. So I shall go to college and then I get it there, isn't it? The sheet not in the college. The sheet will be on the Teams. It will be downloaded on the